طيب اخذ راي حضراتكم في هذه المباراه، مباراه منتخب مصر ومنتخب موزمبيق في ظل هذا الاداء الباهت نوعا ما. بالتاكيد الاداء طبعا ما كانش افضل حاجه النهارده. ممكن تكون البدايه، هقول الاول ممكن تكون البدايه بسبب الرطوبه، بشوف ان الرطوبه اكيد اثرت على اللعيبه كتير، لسه مش متعودين على الاجواء، بس في اكيد اخطاء هنتكلم فيها على اساس ان هم اول مره يلعبوا في ساحل العاج. بس لا مش اول مره، بس برضو الرطوبه يعني في لعيبه حتى لما نزلت الشوط الثاني. بص انا قلت كده في البدايه، بس في الاخر يعني انا واحد من الناس اللي جات له حاله صعبه جدا في ساحل العاج تحديدا. انا كاسلام بجد وانا بلعب يعني مش ده، يعني مش ده السبب الاساسي طبعا. بس انا هنشرح لسه الاسباب والاخطاء الفنيه اللي حصلت وكل حاجه، بس برضو ممكن الرطوبه عامل اساسي تحديدا الشوط الثاني، التراجع البدني اللي حصل ده ممكن تكون الرطوبه اثرت. لكن كنا نتمنى تاكيد الاداء بتاع المنتخب زعلنا النهارده، كنا نتمنى الاداء يكون احسن من كده، النتيجه تكون احسن من كده، خاصه كمان ان الراس الاخضر كمان يعني طلعت مفاجاه ومتقدمه على غانا في الشوط الاول وعامله اداء كويس وعامله محاولات كويسه. بشوف ان روي فيتوريا النهارده بصفه عامه ما كانش موفق، الخطا منه يعني. انا شايف ان النهارده النتيجه يعني احملها لروي فيتوريا اكتر من اللعيب. ليه؟ روي فيتوريا النهارده لعب بغير طريقه اللعب، هو يعني هو عنده طريقتين لعب، ال 4 3 3 وال 4 4 2، هو النهارده اختار ال 4 4 2 اللي هي 4 4 1 1. انت بتلاعب منتخب اقل منك بكتير، صحيح. منتخب موزمبيق ده، فانت مش محتاج ان انت تحط زيزو ناحيه اليمين عشان خاطر محمد صلاح الادوار الدفاعيه بتاعته مش عايز تكلفه بادوار الدفاعيه فتلعب بال 4 4 2. خد كده عنوان مشكلة منتخب مصر النهاردة، مفيش فريق بطل من غير وسط ملعب. مشكلة مصر النهاردة كانت في وسط الملعب، وسط الملعب بتاع مصر كان غائب تماما. ازاي انا بلعب طول المباراة بحمدي فتحي والنني اتنين ارتكاز طول المباراة، زيزو ناحية اليمين تريزيجيه ناحية الشمال، فنص الملعب فاضي، الناس كلها بتتكلم على اخطاء حجازي، على اخطاء عبد المنعم، على مثلا خطا من الشناوي، هو مش هم اللي يتحملوا، بس هو الدفاع كان مكشوف تحديدا بسبب المشاكل الموجوده في وسط الملعب. محمد النني تطفي طبعا لعيب ونجم كبير جدا. خلينا نتكلم بشكل عام بس عشان بعد كده هنخش في تفاصيل المباراه. يعني بشكل عام البدايه النهارده مش موفقه. ممكن نكون الهدف اللي حصل في الاخر يدينا دفعه في الماتش الجاي. هنستنى نشوف التعديلات اللي هيعملها روي فيتوريا، وهنشوف الاخطاء اللي هنتكلم عليها دلوقتي هل هيعدلها ولا لا، لان المباراه الجايه هتبقى مباراه حاسمه. طيب برضو يا كريم، هو يعني انا هفتح دلوقتي الكلام اللي قاله روي فيتوريا النهارده، ما اعرفش هل هو كلام يعني استهلاك اعلامي، ما اعرفش، لكن هو بيقول مثلا خلال مؤتمر الصحفي ان منتخب مصر بدا بالتشكيل اللقاء بشكل جيد وسجل هدفا مبكرا وكان بمقدوره كل ده تمام وصف للمباراة، وقال ان منتخب موزمبيق منتخب جيد، منافس جيد جدا وكل حاجة، ولكن الحقيقة اقل من مستوى منتخب مصر، وجهة نظري الفنية اقل من منتخب مصر بكتير. منتخب مصر لم يكن الافضل، لم نكن على نفس مستوى التركيز، لكن من الصعب الاستمرار بنفس التركيز. وواجه فيتوريا اللوم للاعبيه بسبب غياب الجدية والتركيز امام موزمبيق. لم نقلل كما قلت من قبل، دفعنا فقط ثمن قلة التركيز، وعندما قمنا بردة فعل قوية عدنا للمباراة. وبيقول كمان ان احنا يعني افتقدنا التركيز في خمس دقايق، يعني هو عايز يعني يشير ان المباراة كلها انا مستحوذ عليها، بس خمس دقايق ضيعوا مني الشكل. وطبعا ده انا في وجهة نظري. وبرضه في نفس الاطار اتقال ان هو يعني روي فيتوريا قال ايضا ان هو يعني الماتش اللي جاي هيلعب بالناس الجاهزة بدنيا. برضه هل دي بيدين نفسه يعني؟ انا مش فاهم، معلش. هو في كل الاحوال، كل الاحوال هي واضحه. يعني هي بتاعته كده، بيقول على اثنين ثلاثه لعيبه واضحين ليا وليك ولكل الناس. هي في الاخر مسؤوليه الفريق دي بتاعتك. وتاني احنا بنتكلم على منتخب مش نادي. يعني ايه؟ صحيح. يعني المفروض انت اصلا بقالك شهور بتستعد للبطوله دي. صح. فانت اصلا اوريدي، يعني مع كامل احترامي، يعني انت ما عندكش ضغطه مثلا مارسيل كولر ولا ضغطه ايهاب جلال ولا ضغطه اي مدير فني النادي في انه ممكن يجي قبل الماتش ثلاث ايام يبقى لسه ما اختارش. على فكره مدير فني للنادي ممكن يختار التشكيل لماتش قبليه ب 48 ساعه. ليه؟ لان هو عنده اجنده مضغوطه. انما انت اعتقد مع منتخب مصر بقالك فترات طويله انت عارف مين يفترض اللي هيلعب معاك اساسي في كاس الامم الافريقيه بعيدا عن موضوع الاصابات. صح. فبالتالي النهارده احنا عشان نقيس المباراه يا كابتن اسلام هنتكلم من بدايه المباراه وبعيدا عن الشوط الثاني.
هو أصلاً الشوط الأول ومنتخب مصر متقدم من الثانية 24 في الشوط الأول ما كانش الطرف الأفضل. موزمبيق كانت مستحوذة تماماً على خط الوسط وكان في فجوة واضحة جداً 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 في خط وسط منتخب مصر. أنا برضه عشان مش عايز أخش في التفاصيل عشان بشكل عام بالظبط نتكلم في التفاصيل يعني كشكل عام طبعاً بداية سيئة، بداية لا يفترض إن هي طبعاً إحنا قبل الهوا واحد شفنا الشوط الأول ما بين غانا وكاف فيردي بيلعبوا كورة. لا فيردي متقدم 1-0 على غانا. أنا مش بتفرج بس كله بيقول. غانا جابت هدف تعادل بس اتلغى بداعي التسلل. والمباراة واضح جدا إن إحنا النهاردة كنا بنلعب أسهل مباراة في المجموعة. طيب أنت النهاردة المسؤولية كاملة حتى فيتوريا بقاله فترة بيطلق تصريحات بالطريقة المصرية. وانا اعني اهو بالطريقه المصريه، يعني ايه؟ يعني انت اللي طلعت قلت للناس في السكواد اللي انت اخترته انا اخترت احمد سامي لان هو الساعه السويسريه بتاعتي. النهارده احمد سامي بره السكور شيت. دي ما تمشيش مع دي. ومين اللي جوه؟ نعم؟ ومين اللي جبرو. جوه؟ علي جبر. علي جبر هو اللي على الدكه وياسر كان بره. وحط حارسين مرمى على دكه البدلاء. فتاني احنا لا حارسين مرمى ده هم بيعملوا كده ده طبيعي. تمام اللي اقصده ان النهارده واضح جدا جدا ان فيتوريا في موضوع التصريحات ما وداش منتخب مصر كاس الامم وهو الدنيا هاديه، والنهارده بقى خلاص اوكي سيبنا من التصريحات، الاداء نفسه يؤكد ان معلش يا سابق برضو الفتره اللي فاتت ما كانش فيه حاجه معموله وما كانش فيه بلان بي، ودي هنتكلم عليها كتير قوي. ايه بلان بي اللي كانت محطوطه عند فيتوريا اذا منتخب مصر تاخر في النتيجه او حصلت له ازمه في المباراه؟ في مباراه موزمبيق تحديدا ولا عموما؟ ده اللي قدامنا. خلي بالك يا كابتن اسلام احنا اتفقنا في الحلقه اللي فاتت قبل كاس الامم ان منتخب مصر فيتوريا لم يختار اي فريق كلاس ايه في المباريات الوديه منذ مباراه تونس والجزائر، احنا ما بنلعبش ناس جامده. النهارده في اول اختبار ليك بقى تحت الضغط ومع منتخب يعني تصنيف رابع، انت واحد ما بتقدمش اداء في الشوط الاول انت بتقدم فيه من الثانيه 24، خط الوسط مش بتاعك، اختياراتك واضح جدا 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 ان هي لم تكن اختيارات فنيه بالاساس.